لیلت القدر کی دعا ہوگی اور حرم کے امام صاحب سجدے صاحب پڑھیں گے آپ دعا کو پورا دیکھیے گا دوستو یہ گیٹ کھل گیا من النار برحمتك يا عزيز.
ولا
يوم سيبنى نتجه إليك ورفعنا كف الضراعة إليك في بلدك الحرام في بيتك الحرام في هذه الليلة الشريفة التي هي من أرجى ليالي العشر لتحري ليلة القدر. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا عن نارك مطرودين، ولا من رحمتك محرومين. لذنا بجنابك وأنخنا لنا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. إلهنا عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه، نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم أوقف القتال والحروب فيما بينهم، اللهم وفقهم لصلاح بلادهم وأوطانهم وأمنها واستقرارها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين ومكر الماكرين وكيد الكائدين. اللهم لا ترفع لأعدائك فيه راية ولا تحقق لهم فيه غاية، واجعلهم عبرة وآية. اللهم اجعل شأنهم في سفال وأمرهم في وبال وكيدهم في ضلال. فرق جمعهم وشتت شملهم واجعلهم عبرة للمعتبرين يا رب العالمين. اللهم بارك للمسلمين في أعمارهم وأعمالهم وأوقاتهم. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وعقيدتنا وبلادنا وأمننا وولاة أمرنا واستقرارنا وأهل الخير والحسبة والعلم والصلاح فينا، فأشهده بنفسك كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم اصرف عنا وعن بلادنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارئ الليل والنهار. حسبنا الله وكفى، حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوقين. الله على من آذانا وآذى المسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم أذل الفقر والأمراض والمجاعة والأوبئة والأسقام والحروب والخطوب والكروب عن المسلمين، وانشر السلام في العالمين يا رب العالمين. اللهم إنك تتفضل على عبادك حين يبقى ثلث الليل الآخر، فتنزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلالك وعظمتك، فتقول هل من سائل فأعطيه رسولا، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. اللهم إنا ندعوك فاستجب دعاءنا ونسألك فأعطنا. اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا ونتوب إليك فتب علينا. أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهمنا. إلهنا أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، إن لم يكن بك ضرب علينا فلا نبالي، غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بنا غضبك أو ينزل بنا سخطك. لك العدل. देखिए फैनों में तो पानी कितना जोर से निकल रहा है, देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। ये देख रहे हैं आप, ये स्टीम निकल रही है, देखिए पानी की, ये देखिएगा।
دوستو ماشاءاللہ جو ہے لیلۃ القدر کی دعا آپ نے پوری دیکھی میں نے پوری دکھائی ماشاءاللہ اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں سبسکرائب ساتھ میں بیل آئیکن کا گھنٹہ ہوگا اس کو ضرور دبائیں اور دوستو آج بہت بھیڑ ہے بہت زیادہ رش ہے اس لیلۃ القدر کی دعا میں یہ تاک راتیں ہوتی ہیں دوستو بہت زیادہ بھیڑ ہے بہت زیادہ رش ہے اور بھائی میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سبھی کی دعائیں قبول کرے اور ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تھینک یو